الديمقراطي الكردستاني يقول أن الاتحاد غير مستعد لانتخابات برلمان الإقليم ويحاول تأجيلها. طيب سيد عقراوي، يعني هل أنت مع قرار التأجيل؟ الاتحاد الوطني الكردستاني كانت رؤيته واضحة تجاه هذه المسألة. الانتخابات هي وسيلة ديمقراطية مهمة، نحن لا نخشى من الانتخابات، ومرارا قلنا طالما كان هناك قانون وعادل وقانون ينسجم مع الواقع وينسجم مع الحاضر نحن لا نخشى من الانتخابات. لكن قانون الانتخابات مرت عليه أكثر من 30 سنة، وسجل انتخابي يعني يفترق كثيرا عن السجل الانتخابي للحكومة الاتحادية لحدود أكثر من 600,000 صوت، وكذلك رؤى مختلفة حول مسألة الكوتا وأمور أخرى، ويعني مسألة تفعيل المفوضية. نحن كاتحاد الوطني الكردستاني عبرنا بشكل صريح طالما هذه القوانين موجودة فلن تكون هناك انتخابات نزيهة ولا انتخابات عادلة ولا انتخابات شفافة. نحن وجميع الأحزاب الكردستانية، يعني حقيقة يعني ليست كاتحاد وإنما أحزاب أخرى، حركة التغيير، حزب الاتحاد الإسلامي.